هي تأتي في إطار تلك المواقف السابقة التي اتخذها كل من الإطار التنسيقي أو حتى الكتلة الصدرية التي لا تزال تركز على موضوعة الأغلبية، حتى الإطار التنسيقي في أغلب المبادرات التي طرحها على يعني على ما أتذكر يعني بحدود 4 إلى 5 مبادرات على امتداد هذا الانغلاق السياسي لم تحظى بمقبولية، حتى المبادرات التي طرحت من قبل السيد مقتدى الصدر أيضا لم تجد مقبولية من قبل الإطار التنسيقي، وهذا يؤشر على عدم وجود تقارب، يعني حتى الأطراف التي تحدثت من إطار التنسيق بأنه ما بعد عيد الفطر سيكون هناك تقارب يبدو بأنهم غير مدركين لحقيقة الأمور أو أنهم بعيدين جدا عن قيادات أو الزعامات التي قد تكون هي المسؤولة عن القرار. لذلك أنا أمضي من أن وجود مبادرة يعني خارج الصندوق الشيعي قد تبدو أكثر مقبولية، أي أن تأتي هذه المبادرة من أطراف لا تشكل أزمة سياسية وأيضا ليست جزء من الأزمة ما بين القوى الشيعية ويمكن البناء عليها. أما استمرار المبادرات فأنا أتصور هو القصد منه الضغوط المتبادلة، كسب الوقت، وأيضا من جانب آخر محاولة تفكيك كل من الطرف الآخر على اعتبار أن المبادرتين ركزتا على المستقلين، انصحت هذه التسمية على هذه الأطراف، وأيضا مضت باتجاه محاولة استقطاب أجزاء من التحالفين، ولذلك لا أتصور نتيجة من هذه المبادرات، ومن ثم لابد من إيجاد مقاربة جديدة بعيدة كل البعد عن أطراف الأزمة السياسية الحالية.